بنتوجه بباقة ورد جميلة للفنانة العظيمة العبقرية أنغام، اللي هو كلنا فوجئنا اليومين اللي فاتوا إنها دخلت المستشفى تعمل عملية جراحية في الكتف، وفهمنا إنه هذا الأمر بقاله سنوات لغاية أما وصلت لمرحلة إنها مش قادرة تتحمل الألم اللي موجود، وكان لازم تروح تعمل هذه العملية، ويبدو إنه النقاهة محتاجة يعني من 4 لـ6 أسابيع. أنغام إيه؟ طبعا كل عشاق أنغام، تعرفين أنغام دي ليها يعني فانز وليها معجبين من الرجال والنساء غير طبيعيين، فلما تخشوا تشوفوا المساندة والخوف على أنغام والمفاجأة وإنه إزاي وفي عملية وخدي كتفي أنا مش محتاج كتفه وإنت لازم ترجع لنا بسرعة وأنا مشغلة هنا ابنها معاها النهاردة، وكان عامل ستوري وكان يعني بيحاول يساندها مساندة قوية جدا. أنغام فنانة محبوبة وفنانة عبقرية، وهو العالم العربي فيه كم أنغام. أنغام الو يا انغام يا عمور. الو انا معاك يا عمور. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا احنا اللي كلنا معاكي. ربنا يخليك يا عمور. اخبارك ايه؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله كويس يا عمور. قول لنا العمليه دي عامله ازاي، لان احنا مش فاهمين حاجه. أنا كان يعني حصل لي إصابة من سنين، الحقيقة طويلة، يعني مثلا من سنة 2011، وتعالجت وقتها بالكورتيزون. yeah. والكورتيزون سكن الألم فترة طويلة، وبعد كده رجع، لأني طبعا بغلط بعمل حركات بإيدي مش المفروض أعملها، إن الوتر كان خرج من مكانه، وكان في ألام يعني صعبة جدا في الكتف، وابتدت تمتد بقى للدراع كله، وابتدى إيدي كلها بتتأثر، وللأسف في نفس الإيد اليمين حصل لي حاجة اسمها تريجر فينجر، الإبهام. جاله حاجة زي ورم ليفي كده تحت الصباع، فالصباع التانى خالص بقى ما بيتفردش يعني، فبقيت ألام ينهر أبيض. تحملت على نفسي كتير جدا علشان مش عايزة يعني أدخل عمليات، ومش عايزة يعني أخد وقت نقاها، بس اكتشفت إن أنا عندي وترين، وتر مقطوع ووتر يعني رايح خلاص على القطر. فالبايسبس ده كان لما أنت مطربة لازم يبقى عندك مشكلة في الأوتار. الحمد لله أنا جات في أوتار كتف مش في أوتار صوتي. الحمد لله. طيب طبعا انت كنت بتطلع الحفلات الاخيره دي وانت متالمه جدا، مضطر ما اخدش مسكنات لانه المسكنات بتاثر على وقفتي وعلى صوتي واعصابي، يعني ببقى نايمانه يعني، فطول الوقت في الم، اخري مثلا ادهن حاجه احط لزقه، وفي الام ما خلاص ما بقاش في نوم اصلا يعني، كنتش بنام فعلا. فالحقيقة كان حظي كويس الدكتور. والعملية دي خدت وقت قد ايه؟ اخد حوالي ساعة في كتفي، وهو الدكتور هاني الطير طبعا دكاترتنا الكبار يعني، شاب هو الحقيقة طبعا. يعني دكتور في ألمانيا وبيجي مصر يعمل زيارات. كان حظي كويس ان هو كان موجود وسافر النهاردة، يعني عمل لي العملية امبارح ورجع ألمانيا النهاردة. هو قال لي انه لما دخل بالكاميرا يعني بالمنظار ما كانش شايف حاجه من كتر الميه والبليدنج اللي كان في الدم النزيف يعني اللي كان جوه. يا نهار ابيض، قعد نضف شويه. جباره انت انغام برضو، جباره ان انت تحتملي الاوجاع دي. كتير والله يا عمرو، ما كانش صح اعمل كده، بس يعني تحملت على نفسي فتره طويله، وانا مش جريئه قوي في دخله البنج والحاجات دي يعني، بخاف شويه. هو دكتور التخدير الحقيقة ده كان بنج كلي؟ كان بنج كلي طبعا، كان بنج كلي. بس تعاملوا يعني معايا. طب وانت هتقعدي في النقاهة قد ايه؟ 10 أيام افك الغرز، وبعدين اكمل 6 أسابيع رفع معلقة ايديا يعني زي ما انت شايف كده في الصورة. ده بيبقى ليها علية لوحدها كده.
وايدي اللي هي الصباع ده الحمد لله يعني بقيت احركه، ما كنتش بحركه اللي هو الابهام، بحركه دلوقتي. كتفي طبعا 6 اسابيع وهعمل علاج طبيعي. بس ده طبعا مش هيأثر على صوتك خالص، ملوش دعوه بالصوت ده. اللي مأثر دلوقتي كم المسكنات بس. بس